اليوم عن فيروس العوز المناعي اللي هو الايدز. فوائد اليوم اي انسان انه من يقول له سوي تحليل العوز المناعي يتجبجب الموضوع، ليش؟ انه او ايدز وخاف اطلع مصاب وخاف انا اسوي. المفروض النظره عنه انه ينتقل بالاتصال الجنسي مع الشخص المصاب، وهذا احد الاسباب، عنده هواي اسباب. احد الاسباب هو ينتقل للام الحامل اذا كان الزوج مصاب وهي مصابه، وينتقل عن طريق الوشم والحجامه بالنسبه للنساء التابو هاي السوالف، وينتقل بالموس الحلاق. زين التعرض الاله جارحه مثلا، تعرضت الاله جارحه وهاي الاله ملوثه بهذا الفيروس وانتقل الي، وما في علي احنا بس النظره الاولى مال الاتصال الجنسي ينتقل به. بعد لمن ينتقل؟ يقدر ينتقل اذا مثلا لا سافر واحد سافر برا، اكو مستشفيات قليله الرقابه، يعني شنو قليله الرقابه؟ ما عليه فحوصات، من ياخذون دم من شخص يريدون يطول مريض سواء زرع كلى او ثلاسيميا او امراض الدم او غيرها او اي عمليه يجريها الانسان، وهذا لا سمح الله الدم ما مفحوص زين وملوث، شنو ذنب المرة راح ينتقل؟ راح ينتقل للشخص المصاب. طرق الوقايه شنو هي؟ عكس ذي الامور كلها. شلون عكس الامور كلها؟ مثلا اللي سوى عمليه يكون انه مستشفى حكومي او مستشفى اهلي عليه رقابه. تريد الموس الحلاق، تاكد انه الموس الحلاق وين يعقمه الله لان هي الك، هذا المرض ما له علاج. يعني انت اليوم لا تستحمل الحلاق وتقول له عقم للشفره، مو؟ او عقم للموس او بدل الموس. واحنا عشان نشوفها من الحلاق يمكن نفس الشيء يعني. اثنين الاتصال الجنسي مثلا، الاتصال الجنسي لازم ويا الشخص يعني بالزواج الاختياري بعد العاميه على سنه الله ورسوله. بعد لما عكس الشيء اليوم لا سمح الله اليوم الام اذا عندنا طلاق مثلا او اثناء ما صارت حامل هي مصابه ولا الوالد مصاب من واحد من ذولي، احنا لازم شنو نحافظ على الجنين قدر المستطاع. شلون؟ ما تصير العمليه ولاده طبيعيه، تصير عمليه قيصريه. ليش؟ احنا دائما نعرفه ناخذ انه هذا شو اسمه الطفل انه هو نعامله معامله السليم، خاف اثناء الولاده تصير عمليه تخرشات وهاي السوالف حتى ما ينتقل له المرض اليه. من بدايه الاصابه او ورا ثلاث اشهر او ورا سنه، الاعراض دائما شنو يصير عنده؟ انتقاص بالوزن، يعني مثلا خلينا نقول شخص وزنه 60 كيلو خلال شهر نزل 10 كيلوات، يعني فشيء غريب نزول انه لا مسوي رجيم لا دايت هو نزل وزنه. اثنين حراره تصير عنده مرتفعه دائما وما تستجيب للعلاج، مثلا نطيب براسيتول او غيره خفضات الحراره ما يستجيب لها، بعد طفح جلدي واسهال ما يستجيب للعلاج، هذني اهم اعراضه. بس مو معناها انه ذني الا ذني يصير عندي يلا هو مصاب، حتى الفحص ترى الفحص موجود عنده مركز الصحه الرياضي النموذجي، الفحص طوعي وسري وسهل يعني، ياخذون معلوماتك بس ما يعرفون بها، يعني ما يقولون الواحد من فلان مصاب او يشهرون بي، لا على رقم التليفون مالتك يخابرك بس فقط، او المختبر يقول لك يا لا سامح الله